أظهرت صور وفيديو نشرت على شبكة الإنترنت تعرض عناصر الجيش الفلبيني لعمليات تعذيب وحشية كجزء من التدريبات التي يتبعها الجيش الفلبيني. وأثار نشر تلك الصور استياء كبيرا لدى منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت هذا النوع من التدريبات تعذيبا لأفراد الجيش ولا يمت للقوانين العسكرية بصلة. هذا النوع من التدريب سيخلق تفكيرا خاطئا في عقول أفراد الجيش. على الأرجح سيشجعون هذا النوع من العنف ضد أناس آخرين لأنهم سيعتقدون أنه تصرف طبيعي. الجيش الفلبيني بدوره اعتبر هذا النوع من التدريب مخصصا للقوات الخاصة من أجل تمكينها من اكتساب مهارات التحمل والقدرة على الهروب عندما يقع عناصرها في أسر العدو على حد قوله.